السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاتني أسئلة كثير، يعني فيها استفسارات ومحاولة معرفة كيف أنزل صوري على الانترنت مع الحفاظ على دقتها وحدتها. طبعا أنا نزلت الدرس هذا من قبل بس كان مع درس آخر، فيمكن في ناس ما قدروا يلاحظوا هذا الموضوع، لكن راح انزل الان او راح اوريكم الان الدرس مستقل لوحده كيف نقدر نصغر الصوره ونخليها محافظه على دقتها، ولما نعرضها في الانترنت تكون بكامل قوتها ودقتها مع على الرغم انها راح تكون صغيره. طبعا مهم جدا انه الصوره ايضا لازم تكون يعني ممكن انه اي شخص مهما كان عنده الانترنت ضعيف ممكن انه يفتحها، تفتح معه بسرعه اقصد، لانه راح يكون تصغيرنا لحجمها بطريقه تناسب اكثر الاوضاع في الانترنت عامه، يعني عند الناس كلها يعني في العالم كله. نعرف احنا في دول الانترنت عندهم ضعيف، لكن ممكن نخليها هؤلاء يعني نكسب كل الشرائح انها تشوف أعمالنا. الموضوع يعني جدا سهل وبسيط وما يأخذ وقت طويل. يعني إحنا بعد ما نخلص نعدل الصورة زي ما هذه الصورة شايفينها، هي الصورة بحجمها الطبيعي كبيرة، يعني لو نضغط على العدسة المكبرة دبل كليك هنا راح يعطينا الحجم، حجم الصورة هذا هو. طبعا إحنا الحجم هذا لو نزلنا على الانترنت راح يصير مشاكل، مو أي واحد يقدر يشوف الصورة كاملة. البعض يعني ما يصغر الصورة، ينزلها زي ما هي. للأسف هذه تسبب مشكلة انه الصورة لما تنزل زي ما هي ربما الموقع نفسه اللي نزلت فيه الصورة يصغرها او يلعب في دقتها او حجمها، فيسبب ذلك انه الدقة تروح او الحدة تروح بسبب انها يعني تصغرته. بس حتى الفوتوشوب لو صغرناها من خلال الفوتوشوب تفقد شيء من حدتها، يعني ما تجي صورة جدا قوية حتى لو الفوتوشوب. لو اروح انا الان لو ببدأ اصغر راح احط ايمج بعدين ايمج سايز من هذا البرنامج الفوتوشوب، ايمج سايز دائما انا عندي اطول ضلع اخليه 900 بكسل. لو نلاحظ هنا نختار كلمه بكسلز وهذا اطول ضلع، احط 900 واضغط اوكي. قبل لا اضغط اوكي في حاجه مهمه، عندي الفوتوشوب سي سي وايضا الفوتوشوب اصدار السي 6، في خيار هنا ممكن يساعدنا في حاجه مهمه جدا. لو نشوف هنا كلمه اوتوماتيك هذه هي، معناه انه راح يصغر راح يعطينا حده على حسب التصغير او تحديد الحجم اللي راح نسويه تماما، يعني يعطينا الحده المناسبه. لكن انا ما راح استمر واضغط اوكي، راح أعلمكم هذه الطريقة يدويا أفضل، لأنه ربما أكثركم عنده الفوتوشوب إصدارات قديمة. فراح ألغي هذه الميزة بهذه الطريقة وأضغط أوكي. طبعا من يوم أضغط أوكي راح تصغر الصورة لأنه حددت أطول ضلع على 900. طبعا إحنا نحدد دائما أطول ضلع أوتوماتيكيا الضلع الثاني اللي هو أصغر راح طبعا يتحدد على حسب الضلع الأول بنفس النسبة. طيب الآن الصورة صغرناها فقدت حدتها أو شيء من حدتها، ما نقول الحدة كاملة، فقدت شيء من حدتها. عشان نعوض الحدة هذه نروح على فلتر بعدين شاربن بعدين انشارب ماسك. هذه خطوة مهمة جدا، احنا هنا ما راح نزيد الحدة، راح نزيد وضوح الصورة، راح نزيد وضوح الصورة. أبى أسوي دبليكيت لاير أول شيء عشان نشوف قبل وبعد، فلتر بعدين شاربن بعدين انشارب ماسك. لو تشوفون لما نشيل الصح هنا وايش الاختلاف اللي حصل فيها في الصورة بعد ما نحط الصح. الاماونت والرديوس دائما 20-20. انا اتكلم عن اسلوبي هنا في وضع الصورة، واكثر الاسئلة اللي جاتني على اساس اني كيف احط صوري بالدقة نفسها او بالقوة نفسها في الحدة. فأنا هذه المراحل هي نفسها اللي أنا أطبقها على صوري دائما. amount أو المعيار الأول والمعيار الثاني
2020 المعيار الثالث صفر، نخليه زي ما هو. طبعاً هذا مرتبط بحجم أطول ضلع في الصورة اللي هو 900 بكسل لو كنتوا فاكرين لما حطيناه. نضغط أوكي. طيب بعد كده ما خلصنا، باقي المرحلة الثانية اللي هي فلتر شاربن سمارت شاربن. دائماً الفوتوشوب يعني عندنا ربما القائمة مختلفة عن بعض الإصدارات الثانية، لكنها يعني متشابهة في المسميات. هنا أنا دائما أخلي يعني نفس الإعدادات زي ما احنا شايفين، المعيار الثالث 10 اللي فوقه 1.0، اللي فوقه هذا هو اللي راح نلعب فيه أكثر شيء أو نحرك فيه أكثر شيء. عندنا من 50% بالنسبة للحجم اللي سويناه، وعيد أكرر الحجم اللي سويناه اللي هو أطول ضلع 900. يعني في ناس يمكن تصغر أطول ضلع تخليه 2000، الإعدادات اللي أنا أسويها في الفيديو هذا مو مناسبة، فقط للي يحط أطول ضلع 900 هي الإعدادات اللي أنا أسويها راح تكون مناسبة الآن، وهو الأفضل يعني عشان الكل يقدر يشوف صورتك. طيب إحنا نقدر نخليها يعني الحدة ممكن نخليها 50 على 60 توصل للحد المناسب. نقدر هنا من علامة الصح هنا بريفيو نشوف ايش صار في الصورة. طيب انا شايف 85 جدا جيد. الحدة نحاول انه الحدة ما نرفعها بشكل قوي لانه راح تحبب الصورة وتسبب مشاكل اخرى، شيء بسيط جدا نعوض بس الشيء اللي فقدناه في الصورة. انا شايف 85 هنا كويس، وزي ما قلنا المعيارين الثانية نسيبهم على هذه الاعدادات على كل الصور اللي راح نصغر فيها أطول ضلع على 900 بكسل. نضغط أوكي. طيب الآن لو نشيل العين من هنا يعني نشوف الفرق في الصورة كيف يعني صار. طيب هذه الطريقة اللي أنا أتبعها في تحديد الحجم. مهم جدا إحنا سوينا لاير هنا عشان نقدر نحفظ الصورة، مهم جدا إننا نطبق اللايرات هذه. نروح لاير بعدين فلاتن ايمج، نضغط عليها عشان اللايرات هنا تصير لاير واحد عشان نقدر نحفظ الصورة. طيب الآن لو جينا حفظنا الصورة حجمها ممكن يطلع برضه كبير. يعني أنا الآن بحفظ الصورة بالطريقة هذه، خليني أكنسل أجي من هنا أحسن. هنا سيف از نفسها، طبعا نفس الاختصار اللي انا ضغطته من شويه. طيب لو ضغطنا سيف طبعا نحدد على الجي بيك بعدين نضغط سيف. اول ما نضغط سيف على الجي بيك تطلع عندنا يطلع عندنا هذا المربع. نلاحظ انه في معيار هنا حق الكواليتي، وهنا يقول هنا حجم الصوره زي ما احنا شايفين 437. طيب احنا نقدر نلعب في حجم الصورة زي ما احنا شايفين كذا، لكن احنا لو ضغطنا اوكي وانحفظت الصورة راح تنحفظ بكام من اعداداتها، يعني الصورة بالحدة بكل شيء تماما. لكن في شيء كمان ينحفظ معها اللي هو معلومات الصورة، نوع الكاميرا، تاريخ الالتقاط، نوع العدسة، الزوم المستخدم وهكذا. طبعا اكثر الصور اللي نشوفها في الانترنت ما تحفظ بهذه الطريقه بسبب انه الحجم يقل عن كذا بكثير. يعني الحجم الان هذا ممكن انه زايد بسبب انه هذه المعلومات موجوده، لكن لو احنا حتى شلنا هذه المعلومات راح ناخذ حجم اصغر من كذا ونقدر نحقق الشيء اللي احنا نبغاه، انه الصوره تكون صغيره وفي التصفح سريعه وفي نفس الوقت يعني كامل حدتها ودقتها موجودة. طبعا هذه الطريقة الأولى تقدر تحفظ عليها مو مشكلة، لكن الطريقة الثانية اللي أنا أحفظ عليها اللي هي فايل بعدين سيف فور ويب، هذه أضغط عليها. طبعا هنا نحدد صيغة الصورة جي بيك برضو نفس الشيء. طيب الكواليتي دائما هنا على 60 هاي و60.
بكذا انا اقدر احفظ الصوره بطريقه انه ما دام انها سيف فور ويب معناه انه ما في اي معلومات للصوره راح تطلع ابدا، يعني كل اللي راح يكون انه بس صوره فقط لا غير. عندنا مطلق الحريه نقدر نحفظها باي طريقه، لكن زي ما بينت لكم في الفيديو هذا او في الدرس هذا كيف نحافظ على دقه الصوره. ممكن في ناس يكون الدرس سريع عليهم، لكن وقت المراحل يقدر الشخص يوقف الفيديو ويسوي مرحله بعدين يروح يشغل الفيديو مره ثانيه او يكمل تشغيل الفيديو ويشوف المرحله الثانيه وهكذا. هذه الطريقه الافضل انك يعني تتابع الدرس وتطبقه. هذا كل ما في الدرس هنا، وان شاء الله يكون المعلومات اللي ذكرتها مفيده لكم، وجزاكم الله خير.